Du'aul Mashlul. This dua was taught by Amir al-Mu'mineen, Hadrat Ali alayhi salam, to a youth, Manazil, who became paralyzed because of the sins and injustices he had inflicted upon his father. He recited it and fell asleep. He saw Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam in a dream, telling him that this dua is Ism-e-Azam, for it contains God's greatest name and must be preserved. When he woke up, he found himself completely cured. Hazrat Imam Hussein alayhi salam narrates, "Whosoever recites this dua will be relieved of his sorrow, cured of his afflictions, freed of his debts, and he shall be secured from all evils. It is recommended to recite this dua after Isha prayer." Du'a-i Mashlul. See Mafatihul Jinan, page 74 to 78. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inni أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي لا إله إلا أنت يا هو يا من لا يعلم ما هو ولا كيف هو ولا أين هو ولا حيث هو إلا هو يا ذا الملك والملكوت يا ذا العزة والجبروت يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا مفيد يا مدبر يا شديد يا مبدئ يا معيد يا مبين يا ودود يا محمود يا معبود يا بعيد يا قريب يا مجيب يا رقيب يا حسيب يا بديع يا رفيع يا منيع يا سميع يا عليم يا حليم يا كريم يا حكيم يا قديم يا يا حنان يا منان يا ديان يا مستعان يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا مقيل يا منين يا نبيل يا دليل يا يا ظاهر يا باطن يا قائم يا دائم يا عالم يا حاكم يا قاضي يا عادل يا فاصل يا واصل يا طاهر يا مطهر يا قادر يا مقتدر يا كبير يا متكبر يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له صاحبة
ولا كان معه وزير ولا اتخذ معه مشيرا ولا احتاج إلى ضير ولا كان معه من إله غيره لا إله إلا أنت فتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا يا علي يا شامخ يا بادخ يا فتاح يا نفاح يا مرتاح يا مفرج يا ناصر يا منتصر يا مدرك يا مهلك يا منتقم يا باعث يا وارث يا طالب يا غالب يا من لا يفوته هارب يا تواب يا أواب يا وهاب يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيثما دعي أجاب يا طهور يا شكور يا عفو يا غفور يا نور النور يا مدبر الأمور يا لطيف يا خبير يا مجير يا منير يا بصير يا ظهير يا كبير يا وتر يا فرد يا أبد يا سند يا صمد يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا متكرم يا متفرد يا من علا فقهر يا من ملك فقدر يا من بطن فخبر يا من عبد فشكر يا من عسي فغفر يا من لا تحويه الفكر ولا يدركه بصر ولا يخفى عليه أثر يا رازق البشر يا مقدر كل قدر يا عالي المكان يا شديد الأركان يا مبدل الزمان يا قابل القربان يا ذا المن والإحسان يا ذا العزة والسلطان يا رحيم يا رحمن يا من هو كل يوم في شأن يا من لا يشغله شأن عن شأن يا عظيم الشأن يا من هو بكل مكان يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا منجح الطلبات يا قاضي الحاجات يا منزل البركات يا راحم العبرات يا مقيل العثرات يا كاشف الكربات يا ولي الحسنات يا رافع الدرجات يا مؤتي السؤلات يا محيي الأموات يا جامع الشتات يا مطلعا على النيات يا راد ما قد فات يا من لا تشتبه عليه الأصوات يا من لا تضجره المسألات ولا تغشاه الظلمات
يا نور الأرض والسماوات، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا بارئ النسم، يا جامع الأمم، يا شافي السقم، يا خالق النور والظلم، يا ذا الجود والكرم، يا من لا يطع عرشه قدم، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا ظهر اللاجئين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، يا غاية الطالبين، يا صاحب كل غريب، يا مونس كل وحيد، يا ملجأ كل طريد، يا مأوى كل شريد، يا حافظ كل ضالة، يا راحم الشيخ الكبير، يا رازق الطفل الصغير، يا جابر العظم الكسير، يا فك كل أسير، يا مغني البائس الفقير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من له التدبير والتقدير، يا من العسير عليه سهل يسير، يا من لا يحتاج إلى تفسير، يا من هو على كل شيء قدير، يا من هو بكل شيء خبير، يا من هو بكل شيء بصير، يا مرسل الرياح، يا فالق الإصباح، يا باعث الأرواح، يا ذا الجود والسماح، يا من بيده كل مفتاح، يا سامع كل صوت، يا سابق كل فوت، يا محيي كل نفس بعد الموت، يا عدتي في شدتي، يا حافظي في غربتي، يا مونسي في وحدتي، يا ولي في نعمتي، يا كهفي حين تعيني، يا كهفي حين تعيني المذاهب، وتسلمني الأقارب، ويخذلني كل صاحب، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا كهف من لا كهف له، يا كنز من لا كنز له، يا ركن من لا ركن له، يا غياث من لا غياث له، يا جار من لا جار له، يا جاري اللصيق، يا ركني الوثيق، يا إلهي بالتحقيق، يا رب البيت العتيق، يا شفيق يا رفيق، فكني من حلق المضيق، وأصرف عني كل هم وغم وضيق، واكفني شر ما لا أطيق، وأعني على ما أطيق، يا راد يوسف على يعقوب، يا كاشف ضر أيوب، يا غافر ذنب داود، يا رافع عيسى ابن مريم،
ومنجيه من عيد اليهود. يا مجيب نداء يونس في الظلمات، يا مصطفي موسى بالكلمات، يا من غفر لآدم خطيئته ورفع إدريس مكانا عليا برحمته، يا من نجى نوحا من الغرق، يا من أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى. يا من دمر على قوم لوط ودمدم على قوم شعيب، يا من اتخذ إبراهيم خليلا، يا من اتخذ موسى كليما، واتخذ محمدا صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين حبيبا. يا مؤتي لقمان الحكمة والواهب لسليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، يا من نصر ذا القرنين على الملوك الجبابرة، يا من أعطى الخضر الحياة ورد ليوشع بن نون الشمس بعد غروبها، يا من ربط على قلب أم موسى وأحصن فرج مريم ابنة عمران، يا من حصن يحيى بن زكريا من الذنب وسكن عن موسى الغضب، يا من بشر زكريا بيحيى، يا من فدى إسماعيل من الذبح بذبح عظيم، يا من قبل قربان هابيل وجعل اللعنة على قابيل، يا هازم الأحزاب لمحمد صلى الله عليه وآله، صل على محمد وآل محمد وعلى جميع المرسلين وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين. وأسألك بكل مسألة سألك بها أحد ممن رضيت عنه فهتمت له على الإجابة، يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، به 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 أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في شيء من كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وبما قد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك، وبما لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وأسألك بأسمائك الحسنى التي
نعتها في كتابك فقلت ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقلت ادعوني أستجب لكم وقلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنا أسألك يا إلهي وأدعوك يا ربي وأرجوك يا سيدي وأطمع في إجابتي يا مولاي كما وعدتني وقد دعوتك كما أمرتني فافعل بي ما أنت أهله يا كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد. Then pray to Allah subhanahu wa ta'ala for your needs and inshallah they will be granted. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam related that God says, O my servants, all of you are misguided except him whom I guide. So ask me for guidance, and I will guide you. All of you are poor, except him whom I enrich. So ask me for riches, and I will provide for you. All of you are sinners, except him whom I release. So ask me to forgive you, and I will forgive you.